الإعلام التقليدي فاته القطار، المحتوى الرقمي مستقبل القطاع الإعلامي، الابتكار يتطلب نشر ومشاركة الأفكار، ومواقع التواصل تسهم في نشر الأخبار الكاذبة وفي بعض الأحيان الأفكار المتطرفة. وأزمة أيضا أزمة أخلاقية يعانيها الإعلام العربي التقليدي. كل هذه العناوين لفتت انتباهكم وأثارت نقاشات عدة تابعناها أمس واليوم على مواقع التواصل، حيث وصل وسم منتدى الإعلام العربي أمس إلى لائحة أكثر المواضيع تداولا في الإمارات على تويتر، وهو لا يزال هذا الوسم ينتشر حتى اليوم. للحديث أكثر عن هذه العناوين وأبرز ما جاء هنا في المنتدى، سأرحب بالمدونة ومؤسسة نادي الإعلام الاجتماعي في الإمارات هبة السمت. أهلا بك هبة. أخبريني، ما الذي أنت مدونة، أنت ناشطة أيضا على مواقع التواصل معروفة هنا في الإمارات، ما الذي لفت انتباهك في موضوع تطور وسائل التواصل وربما محاولة دمجها مع الإعلام والأخبار في يومنا؟ طبعا أكثر المواضيع اللي تم تطرقها كون منتدى إعلام عربي أن كيف نقدر أن احنا نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والأدوات الجديدة من الإعلام الرقمي ودمجها مع الإعلام التقليدي. ومثل ما دوم نناقش ودوم نقول أن هل الإعلام الاجتماعي أو أدوات التواصل الاجتماعي طغت على أدوات التواصل التقليدي، وكيف نقدر أن احنا ندمجهم مع بعض وما نخلي فيه منافسة، يكونون هالأدوات مكملين لبعض وليس منافسين. صحيح، ولكن يعني لنتحدث عن الواقع هنا، الواقع بأن ربما متابعي مواقع التواصل تخطوا بكثير مفهوم المشاهد، مشاهد التقليدي اللي أصبح المشاهد من أمس، فكيف برأيك يمكن الدمج، لأنه مواقع التواصل تقدمت بكثير عن طبعا اللي تغير في الموضوع هو أنه بس المشاهد تغير، بدل المشاهد صار متابع وصار هو المشاهد نفسه هو المحرر هو المعد هو اللي ينشر المعلومات. فالإعلام التقليدي لازم يواكب هالتطورات ويكون هو بنفس مستوى المشاهد أو المتابع. إذا إحنا مواضيعنا أو معلوماتنا أو اللي ننشرها على التلفزيون مثلاً outdated أو المشاهد يعرف عنها من قبل، ما حد راح يتابع الإعلام التقليدي. فلازم ان احنا ندمج الاعلام الاجتماعي مع الاعلام التقليدي لنوصل الرساله بالطريقه اللي تليق بالمشاهد في هالزمن. طيب هبه، كان هناك كلام في جلسات الحوار عن ظاهرة ربما ظاهرة تبييض الأخبار والتي هي مماثلة بتبييض الأموال، شائعات أكاذيب أخبار خاطئة تنتشر على مواقع التواصل، يقوم الناس بنشرها، تقوم الوسائل التقليدية أيضا بنشرها على شكل واسع. برأيك كيف يمكن التصدي للأخبار؟ هني يكون دور الإعلام التقليدي كبير، دور الإعلام التقليدي أنه يصحح المفهوم أو المعلومات أو الإشاعات اللي حالياً تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. المعدين أو المذيع نفسه لازم يكون ملم بكل الأشياء اللي ستستوي في العالم الافتراضي أو على منصات التواصل الاجتماعي عشان أنه يصلح المفهوم الخاطئ أو أنه يوصل المعلومة بطريقة صحيحة. وما في مشكلة أن البرامج اليوم تعد من المعلومات اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، مو بخطأ أبداً. فلازم أن احنا نواكب اللي يستوي على العالم الافتراضي. الإعلام التقليدي كان يواكب اللي يستوي في العالم، بس لازم بعد نواكب اللي راح يستوي في الياس يستوي في الإعلام الافتراضي. طيب ربما يعني ننتقل لعالم ما نسميه الآن بالإعلام الجديد أو النيو ميديا. أنت أيضا أسست نادي التواصل الاجتماعي هنا في الإمارات. صحيح. ما هو ما هدفه؟ طبعا هدف النادي الإعلام الاجتماعي في الإمارات أنه يصلح المفاهيم وأيضا يجيب الناس المختصين بالإعلام الاجتماعي مع بعض. إحنا نتعرف على بعض من التويتر من الفيسبوك من الإنستغرام وما نشوف بعض فيس تو فيس. صحيح، أنا تعرف عليك على تويتر. صحيح، فلازم هاللقاء مهم جدا إن إحنا نتبادل المعلومات، نتبادل الأبديتس اللي تستوي على وحتى التولز أو البلاتفورمز الجديدة. لازم يكون في نادي أو مجموعة مخصصة إن هي تشرح للناس كيف تستخدمين كل منصة بطريقة إيجابية وطريقة تليق بالشخص.
طيب هبة، ربما سؤال أخير إذا كان لدي الوقت الكافي. البعض هنا سمعتهم يقولون الشباب، وأخيرا الإعلام التقليدي أصبح يأخذنا على محمل الجد، نحن المدونون، نحن الناشطون على مواقع التواصل، ولم نعد يعني للترفيه فقط. هل صحيح. توافقين معهم؟ أكيد طبعا. إذا برجع ل 2009 المغردين أو المدونين كانوا ينظروا لهم أن هاي الناس هواة، يعني يسوون هالشيء لأنه يبون يطلعون طاقة أو يطلعون مواد عندهم. بس اليوم هالمدونين وهالمغردين سووا تغيير في العالم، فلازم كان لازم أنهم يأخذونهم على محمل الجد، وأتوقع أن هاي خطوة إيجابية وجيدة يعني. تمام طبعا، وأنت واحدة من هؤلاء الأصوات الشبابية التي تبرز في مجال التدوين والإعلام الجديد. سأشكرك جزيل الشكر هبة السمت، المدونة الناشطة الإماراتية، كانت معنا هنا مباشرة من منتدى الإعلام العربي في دبي.